بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم حول الغيرة التي هي خلق وطبع في النفس البشرية. الغيرة هي جبلة الإنسان السوي كرمه الله تعالى وفضله بأن أعطاه الغيرة. والدين الإسلامي رفع من مقام الغيرة، فقد أشاد بها وعدها من الفضائل، خصوصا الذي يغار على عرضه ويغار على شرفه، وجعل الإنسان الذي يغار بدرجة الشهيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه وأهله فهو شهيد. فالذي يغار على الأهل ويغار عن العرض ويغال عن الشرف فهذا في مقام الشهداء. هذا المعنى العام للغيرة. هذه الغيرة هي الأصل ديالها تغير في القلب، هيجان وغضب يشعر به الإنسان في نفسه. وأشد ما يكون في الغيرة هو ما يتعلق الأمر بالزوجين، بين المرأة وزوجها كثيرا ما تقع الغيرة. وهذه الغريزة يشترك فيها الرجال والنساء، ولكن هي عند النساء أكثر وأشد، وخصوصا تتأجج إذا استشعرت المرأة بأن زوجها يخونها أو يتطلع إلى الأخريات، كما أن الزوج يشعر بالغيرة القاتلة إذا شك في سلوك زوجته أو أحس بتطلعها إلى رجال آخرين. هذه الغيرة هي أنواع وأشكال. هناك الغيرة المحمودة التي هي معتدلة سواء للرجال أو للنساء، وهناك الغيرة المذمومة المبالغ فيها التي تتحول إلى شك وريبة، وفي هذه الحالة تصبح مدمرة بل تصبح قاتلة. فالغيرة المحمودة هي مظهر من مظاهر النفس البشرية، ومؤشر على قوة الإيمان ورسوخه في القلب. إذا نظرنا مثلا إلى العالم الغربي، نجد هناك قلة في الغيرة بين الرجل وزوجته، فالرجل يسمح لآخر أجنبي أن يرقص مع زوجته في حفل معين، ويسمح بأن تختلي ابنته مع شاب في مثل سنها في البيت، وكأن الأمر شيء معتاد. هذا يسمى قلة غيرة. والإنسان العربي بطبعه يغار ودمه ساخن حتى قبل الإسلام. نلاحظ بأن العرب في الجاهلية كانوا يغارون غيرة شديدة، يغارون على نسائهم وبناتهم، بل ويغارون على أعراض جيرانهم. وهادشي كنلقاو حتى في المجتمع المعاصر ديالنا، بنات الحومة كنعتبرهم كلهم خوتتنا. أيام زمان كان عنتر بن شداد، وهو من الشعراء الجاهليين، كان إلى مرات جار من جيرانه كان يغض البصر، ولش واحد أجنبي تطاول عليها بكلمات أو بنظرات كان يغضب. يقول عنتر مفاخرا بنفسه: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. كان يغض البصر ولا يمعن النظر، وكان يغار إلى شي واحد من الأجانب دخل القبيلة ديالو
ونظر إلى بنت قبيلته. ولربما قامت حروب وصراعات في الجاهلية غيرة على شرف المرأة وعلى عرضها. ولطالما سمعنا في التاريخ القديم نساء تعرضن للتحرش أو تعرضن للأذية فاستنجدن واستغثن، فإذا بالناس من أصحاب القيم العليا والنفوس الكبيرة والشيم العالية يقومون ويتدافعون حتى ينشبوا حروبا كما كان أيام زمان. لكن هناك كما ذكرنا من قبل بأن الغيرة المحمودة هي المعتدلة، لكن قد تصير غير مذمومة حينما تتجاوز حد الاعتدال. نلاحظ أن بعض الأزواج مريض بالشك، يشك في زوجته، أو امرأة هي أيضا تشك في زوجها بغير داع حقيقي، وهنا تكثر الشائعات. ربما قد تتلقى الزوجة شائعات ضد زوجها، أو ربما يتلقى الزوج شائعات ضد زوجته، وقد يتملك أحدهما الغضب، وقد يترتب على ذلك كلام فاحش وسب وشتم وقذف، بل وقد يترتب على ذلك اصطدام وضرب، بل وإزهاق للأرواح في بعض الأحيان بسبب الغيرة القاتلة. هذه الغيرة القاتلة في ديننا منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من العلاقة الزوجية التي تؤدي إلى نكد بسبب الغيرة. فكان مثلا ينهى الرجل أن يطرق أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيجي الرجل في وقت متأخر من الليل ويدق الباب ليعرف واش من الدار، لا زالوا في البيت أم أنهم خرجوا. كل مرة كيجي في وقت العمل على بغتة، فيفتح بالمفتاح وينظر واش الأهل في البيت أم خرجوا. هذا النوع يسمى تخون، وكأنه لا يثق في أهل بيته، وكأنه يبحث عن عثراتهم. هذا الأمر فيه سوء الظن بين الزوج وزوجته، وطبعا هذا يؤدي إلى غيرة قاتلة تتحول إلى شك، ثم بعد ذلك يقع ما يقع. فلا بد للغيرة أن تكون معتدلة، وهي أن يكون ذلك بحسب أوصاف معينة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا هذه الأوصاف ويحدد لنا المسافات، فيقول: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. هذا هي الغيرة، غيرة المؤمن، الله عز وجل يغار منه إذا وصل إلى الحرام، وكذلك الإنسان. إذا انتهكت المرأة ما حرم الله وجبت الغيرة، وكانت آنذاك غيرة محمودة. أما إذا كان السبب غير ما حرم الله، إما مجرد تقاليد وعادات وتصرفات وسلوكات لا شأن لها ولا علاقة لها بالدين، فتلك تصبح غيرة مذمومة. الغيرة المحمودة هي حينما يرى الرجل امرأته تنصرف عن قيم الدين، فقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوت، والرجل من النساء، ومدمن الخمر. الصحابة سمعوا هذا الكلام قالوا: يا رسول الله، قلت بأن ثلاثة الناس ما يدخلون الجنة، ذكرت الديوت والرجل من النساء ومدمن الخمر، فأما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوت؟ قالوا: الديوت هو الذي لا يبالي من دخل على أهله. احنا كنقولوا إنسان بارد القلب، عنده عادي، مراته فيما مشات وفيما جات ولا يسأل عنها، هذا هو الديوت الذي لا يبالي من دخل على أهله. ثم قالوا: فما الرجلة من النساء؟ قال: هي المرأة التي تتشبه بالرجال، كتلبس اللباس رجولي، وكتمشط الشعر ديالها مشط رجولية،
وتتصرف تصرف الرجال. هذا من التنبيهات التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل لا بد أن تكون فيه غير محمودة على زوجته، يسأل إلى أين ذهبت وأين رجعت، طبعا مع عنصر الثقة، يكون حاضر ولا يخونها ولا يباغتها. وكما أن الرجل يغار على أهله، خص لا بد يتفهم أن المرأة تغار على زوجها. فبعض الأحيان بعض الرجال قد يكون أنيقا ووسيما ولبقا، وقد يكون ذو مال، فقد يثير إعجاب النساء، وبالتالي المرأة تبدأ تشعر بأن زوجها قد يهرب منها. الغيرة ديال الزوجات عادة كتكون لأسباب. السبب الأول كاين الخيانة السابقة، المرأة ضبطت زوجها في خيانة، أو أنه سرد عليها مغامرة من مغامرته للأيام زمان. طبعا في هذه الحالة كتصبح المرأة بأنها لا تثق في هذا الزوج، وتشعر بالغيرة دائما في أي تصرف من التصرفات. كاين سبب آخر ديال الغيرة، هو محاولة أحد الطرفين لفت أنظار الشريك الآخر، كي يبغي يبين لي بأنه كان أيام زمان عنده عناية من طرف الآخرين. وكاين بعض المرات أن الانشغال الكثير للرجل أو الانشغال الكثير للمرأة يؤدي إلى برود عاطفي، فتبدأ أنواع من الغيرة بين الطرفين. هذه الغيرة هي طبيعية، هي محرك للحياة الزوجية، باش تكون العلاقة بين الطرفين فيها محبة وفيها تجديد للدماء. طبعا ربنا عز وجل حينما تكلم عن الغيرة ديال النساء ذكر في كتابه العزيز ولهم فيها أزواج مطهرة. في الجنة هادشي، في الجنة لهم فيها أزواج مطهرة. أشقل المفسرون قالوا بأن الله تعالى يعد الرجل المؤمن بنساء ما فيهم لا حيض ولا بول ولا أذى، طهرت بواطنهن، ظواهرهن من هذه الأمور، وطهرت بواطنهن من الغيرة حتى الباطن ديالها لا تغار منه، يعني الحوريات تاع الجنة لا تغار على زوجها إن ذهب إلى امرأة ثانية. ولهن فيه ولهم فيها أزواج مطهرة، معناه أنها طاهرة من البدن وطاهرة من الباطن، ما فيها لا غيرة ولا حسد ولا شك ولا ريبة، تثق في زوجها ثقة عمياء وتسمح له بأن تكون له تعدد في الجنة. هذا في الجنة. طبعا لن أطيل، سأبقى مع لقطة إشهارية خفيفة جدا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ما زلنا معكم مستمعي الأفاضل في هذا اللقاء المباشر، نتحدث عن موضوع الغيرة في الحياة العامة. طبعا هناك الغيرة بين الأزواج التي تعتبر من توابل الحياة، وبدونها تصبح الحياة الزوجية روتينية مملة، فهي بذلك غير محمودة. وطبعا هناك الغيرة المذمومة التي تكون فيها شك وريبة وتخوين للآخر. كما هناك الغيرة بين الزوج وزوجته، هناك أيضا الغيرة غيرة أم الزوج. فنلاحظ بأن بعض الأمهات قد تشعر بألم الفقد أو بشيء من الغيرة إذا ولدها الذي حملته بين أحضانها وأرضعته من لبنها وعاش معها ردحا من الزمن، ثم لما يكبر فإنه يهجرها ويتزوج بامرأة غيرها. طبعا هذه الحالة ليست عامة، هي في بعض الأمهات قد تشعر بنوع من الغيرة
لأنها بدلت الغالي والنفيس من أجل ولدها حتى يصبح رجلا ناجحا مكتمل الرجولة. وحينما كيكبر كيزيان كديه واحدة أخرى، هنا كنفهموا ما هو المشكل اللي واقع ما بين العروسة والعجوزة. الغيرة بيناتهم ربما قد تكون أكثر من الغيرة بين الرجل أمرته. أيضا كنلاحظوا غيرة أخرى خطيرة وخطيرة في الحياة الإنسانية، وهي الغيرة ديال الأطفال فيما بينهم. الأولاد فيما بينهم يغار بعضهم من بعض، كنلقاو مثلا الولد الصغير يغار من المولود الجديد، من اللي كان هو اللي موجود الأول كان وليد محبوب وكان الجميع يداعبه ويعتني به، ولكن ما إن يظهر المولود الجديد حتى يتم إهمال الطفل الأول الكبير. وهنا الوليد الأول كيبدأ يشعر بالغيرة القاتلة. هناك أيضا الغيرة كتكون بين الأطفال حينما يقع الوالدين في المقارنة ما بين الإخوة. ربما الوالدين كيقولوا بأن فلان أو فلانة عنده ذكاء أكثر وتحصيل دراسي أنجع وعنده تفوق أو عنده جمال وحسن أو عنده بنية قوية. هناك يبدأ يشعر الآخر بأنه مذموم ومهمش وكيبدأ يغار. وهناك نفهموا الصراع اللي كيوقع بين الخوت حتى كيكبروا. عاقة تلقى خوت شي ما كيشوف في شي وشي ما كيحمل شي. السبب هو أن الوالدين وقعوهم في هذه الغيرة القاتلة لما تقع المقارنة ومبدأ المفاضلة ما بين الإخوة الأشقاء. كذلك لما كتكون عند أطفال واحد النقص، إما إعاقة جسدية أو عنده نقصان في النطق أو في مرض معين، فكيبدأ الاهتمام الزائد بهذا المعاق، وبالتالي قد يتحول المسألة إلى غيرة ضد أخيه الذي يتمتع ببنية سليمة. هناك أيضا غيرات متعددة. هناك الغيرة بين الموظفين فيما بينهم، كتلقى مثلا موظف قريب من رب العمل يهتم به، كيكلف بمهام متعددة، ربما قد يمنحه بعض الامتيازات، فتبدأ الغيرة ديال باقي الموظفين، لما فلان حاز كل هذا السبق ديال العناية والرعاية. وهكذا الغيرة كثيرة ومتعددة. لكن أخطر أنواع الغيرة هي الغيرة بين الزوج وزوجته، هي اللي كتكون دائما قاتلة جدا. خصوصا كاين بعض النساء يتوهمن بأن أزواجهن غدا أو بعدو غادي يطير لها من يديها. وحنا كنسمعوا في الآونة الأخيرة بعض الرجال احتدر 50 عام أو 60 سنة عاد بدأ يتصاب. كتلقى ربما كبر الوليدات، سلم من مسؤولية الحياة، فكتلقاه يعتني بنفسه، يدخل شي قاعة رياضة صال دو فيتنس، كيبدي يقلب على الرشاقة، كيبدي يبحث على الألوان الفاتقة والألوان الشبابية، يعتني بمشط شعره وبهندامه. هنا المرأة كيبان لها بأن هذا الزوج ربما قد أصابته مراهقة متأخرة، فكتبدأ الغيرة. كلقى المرأة تتلصص على الرسائل الهاتفية لمساج، ربما قد تحاول أن تدخل إلى حسابه في الفيسبوك، ربما تسمع صديقاتها بأن فلان زوجها ربما ذهب مع امرأة ثانية. وهكذا تبدأ الغيرة تشتغل. وأخطر من ذلك لما يبدأ الرجل يغار من زوجته، لما يرى بأنها تصبح تبالغ في أناقتها، وربما أنها تتكتم عن بعض تصرفاتها، وأنها تخرج بغير موعد. هنا تبدأ الغيرة القاتلة. وكل هذه أنواع الغيرة هي خطيرة وخطيرة جدا. الإنسان يسعى إلى الغيرة المحمودة اللي فيها نوع من الرعاية. لكن أخطر أنواع الغيرة هي غيرة الرب جل علاه.
غيرة الله تعالى على عباده. فقد ثبت في الشريعة وفي العقيدة بأن الله تعالى يغار، وهذه الغيرة هي تليق بجلال الله وكمال الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، ولا أحد أغير من الله عز وجل. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحب إليه المدح من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أن الإنسان ربما قد يتجاوز الغيرة في الحياة العادية، لكنه عليه أن ينظر إلى من يعصي، إلى الخالق سبحانه وتعالى، إلى وقع في محرمات يأباها الله جل علاه، فحينما يقع فيها فإن الله تعالى يغار عليه غيرة شديدة. وقد جاء في الحديث أن سعد ابن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. بمعنى أن الله تعالى يغار، والنبي الأكرم أيضا يغار. والصحابة من الجيل الأول كثروا من الغيرة. يروى أن سيدنا عثمان لما وقعت عليه تلك الثورة وأراد بعض الناس أن يقتلوه، وصاحت امرأته تصرخ، ولما هي تصرخ وقع الخمار ديالها وتكشفت شعرها وعنقها. فسيدنا عثمان قال لهم: لدخول هؤلاء الثوار علي أهون من ظهور شعرك ونحرك. يعني الغيرة القاتلة لا يريد من امرأته أن يراها أحد. هذه صفة كانت عند العرب أيام زمان. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لطالما تحدث مع أمنا عائشة أنه يغار. مرة سأل عائشة قال لها: أغرت؟ فتعجب وقالت: وما لي لا أغار، أو ما لي لا يغار مثلي على مثلك. سيدنا محمد مرة يتكلم مع الصحابيات الجليلات ويعلمهن مبادئ الدين، فأمنا عائشة احمر وجهها، سولها: أغرت؟ قالت: نعم، ما لي لا يغار مثلي على مثلك. فهي أمر طبيعي، حتى سيد الخلق من وهو نبي من الأنبياء كانت زوجته تغار عليه. ومرة كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه، فجاءت إحداهن بصفحة فيها طعام، قصعة ديال الطعام، وكان النبي فرحان وكيبتسم. فلما مرت بين يديه قامت أمنا عائشة وضربتها حتى تكسرت، فتبسم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. بمعنى أن الغيرة هذه محمودة، غيرك تكون دليل المحبة والمودة. لكن حينما تتحول إلى الشك وتتحول إلى البحث عن الثغرات تصبح حالة مرضية. ولهذا نقول بأن الإنسان لابد أنه يحسن الظن، كما أنه يحسن الظن بالله عليه أن يحسن الظن بخلق الله تعالى، ويحسن الظن بمن هم حوله. لأن من علامات الإيمان أن الإنسان يحسن الظن بالآخرين. وربما مستمعي الأفاضل لكم الكلمة لكي تحدثون عن الغيرة في حياتكم. أكيد الكثير من الزوجات عندهم قصص غريبة مع أزواجهم كيغاروا منهم، وأكيد أن الكثير من الأزواج الرجال حتى هم كيعانيوا من غيرة النساء. وكذلك كلقوا بعض الناس للآن معصبين، هم كبار في الطفولة ديالهم كانت الغيرة بالإخوة الأشقاء. وأكثر من ذلك الموظفين والمستخدمين فيما بينهم يغار بعضهم على بعض. الخطورة ديال الغيرة هي ملي كل واحد كيبدي يقلب كيف يؤذي الآخر، كيف يتخلص منه، كيف يلحق به الأضرار. هنا تكمن خطورة الغيرة. لكن تبقى أبلغ صور الغيرة هي غيرة بين الزوج وزوجته.